اختفاء محمد كان من 93، و احنا ما فقدناش الامل في احمد، انه هو هم في الرعايه سموه احمد لكن هو اسمه محمد، يعني شهاده الميلاد ما زالت معاي اسمه محمد، فما فقدناش في الامل ان احنا نفقده او ما نحصرش عليه. كان سنه يتراوح ما بين يعني 3 سنين ونص 4 سنين. ما كانوا هنا بيرصفوا حجر في نهر النيل، طبعا احنا ساكنين على نهر النيل زي ما انتم عارفين، فكانت العربيات كتير، قلبات وسيارة صغيرة وسيارة كبيرة، فأتوقع أنه هو شبط في عربية والعربية خدت مكان، ما عرفش يرجع للأهل تاني أو للبيت تاني. اللي حصل في القاهرة هو اتواصل مع الأستاذ أحمد الدزاوي اللي هو صفحة المفقودين، فنشر الصور اللي هو كانت معاه في الرعاية، خد الابتدائية والثانوية في الرعاية، وبعد كده طلع من الرعاية قاعد يدرس الدراسة الجامعية، كانت بتساعده سيدة أعمال اسمها عبلة كامل، جزاها الله عنا كل خير. عندنا صور ليه، والأستاذ أحمد نشر له صور، وهو بعت رسالة قوية لوالدته أنه هو بيدور على أهله، فإحنا حسينا أنه هو ده ابننا، يعني اتواصلت معاه يمكن أكثر من 6-7 أسر، ما فيش واحد اداله علامة واحدة بس في جسمه أنه هو يتعرف عليه به، إحنا ادانا له علامات في جسمه هو ما كانش يعرفها.